انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت من شباك المطبخ. بس والله العظيم انا مش حرامي، انا الحكايه كلها ان انا ما عنديش سخان فوق. فوق ما فيش غير اوضه واحده كانت بتاعت عم سناوي ومشي من زمان. انت بقى تبقى مين؟ ابن اخو عم سناوي واسمي عبد الله، وانا طالب في كليه فنون تطبيقيه. طالب في كليه فنون تطبيقيه وحرامي تاني برضو؟ والله العظيم انا مش حرامي. وبعدين يعني اسال حضرتك على حاجه كده عاديه، يعني في حرامي هيخش بيوت الناس عشان يستحمى؟ حضرتك انا بقالي 5 سنين ساكن هنا، واسالي اي حد من الجيران هيقول لك. حاجه كمان بقى حضرتك، يعني بصي معايا على الشقه كده، يعني هل دي شقه يتسرق منها حاجه؟ بالعكس، التلاجه انا ماليها اكل. والتلاجه كمان؟ لا، والبوتاجاز، يعني السخان والتلاجه والبوتاجاز، بس استعمال خفيف. حضرتك يعني انا بقالي 5 سنين هنا وشفتش حد دخل الشقه دي. وبعدين سالت كمان قالوا لي ان صاحبه الشقه عزلت وما بتجيش. وحضرتك صاحبه الشقه ولا ايه؟ ولا يعني حضرتك عايزه ميه سخنه زي؟ انا اسف، انا اسف على كل حاجه. السلام عليكم. استنى، خد الاكل في التلاجه معاك. لا ملوش لزوم، يمكن حضرتك تجوعي ولا حاجه وتاكلي يعني الاكل. انا عامل شويه ملوخيه تحفه، وحضرتك يعني لو عايزه تاكليها ابقي اغليها كويس عشان بقالها 3 ايام في التلاجه. انا اسف مره تانية يعني، باذن حضرتك. بقولك ايه، هو انت كنت بتنزل هنا كتير؟ اقصد يعني لما كنت بتيجي الشقه كنت بتشوف حد او حد بيشوفك؟ والله هو في الاول يعني كانت ام علي بتشوف يعني نور المطبخ من الشباك بتاع المنور بتاعها، بس بعد كده انا بقيت بعمل الحكايه دي قبل الفجر عشان ام علي بتبقى نايمه. يعني مش هو حضرتك في حاجه؟ لا مفيش. طب حضرتك انا عايزه مني حاجه، اعمل لك حاجه؟ كتر خيرك. طيب انا فوق، هيك لو عوزتي اي حاجه هتفتحي شباك المطبخ وعبد الله هتلاقيني موجود على طول. السلام عليكم.